شو قدمنا لكم هنا او شفنا هنا امبارح في البرنامج حكايه الشيخ الصوفي صلاح ابو طالب، او اللي بيسمي نفسه صلاح التيجاني، واللي كل مصر بتتكلم عنها دلوقتي، واللي فضحته بقت جلاجل على كل منصات التواصل الاجتماعي. لكن الغريبه بقى ان صحف ومواقع المخابرات طلعت تفرد له مساحات واسعه عشان يدافع عن نفسه وينشر فكره بين الناس، وده اللي عملته مثلا القاهره 24، ودي تبع المخابرات، جاي تتكلم عن طريقه الصوفيه اللي بيتبعها فنانين ومشاهير كتير، ابرزهم فيفا عبده وغيرهم زي الفيديو ده. جالنا فنانين كتير جدا، مش الاستاذه سميه بس يعني، لا جالنا فنانين كتير كانوا بياخدوا رايي في حاجات كتير، وانا بعتبرهم اصدقاء واخوات واخوان يعني في منتهى الجمال، وانا اعاملهم بتلك الابوه والحنان، لان يعني هي دي مهمتي، هي دي رسالتي في الحياه. واحمد سعد عندنا من زمان حبيب قلبي يعني، وسميه خشاب برضو يعني صديقه من زمان، وهم الاثنين لم يتفقوا مع بعضهم خلاص. من كم سنه تقريبا تربطكم العلاقه شخصيه؟ لا من زمان، من كتير يعني 10 سنين. فنانين كتير، نور الشريف وبوسي ونورة، كل الفنانين الكبار. لا لا اقول لك وسهر البدري وشادية، يعني الكلام ده على مدار السنين. موضوع المريدين من الفنانين والمشاهير والكتاب اللي بيحضروا لصلاح التيجاني وبيعتبروه شيخهم، في منهم ناس عايشه كمان زي عمر طاهر وعبد الرحيم كمال ونصر عبد الرحمن وغيرهم، ده خلى كتير من المثقفين يستغربوا ازاي واحد يسيطر بالجهل ده على ناس من النخبة. وده اللي كتبه الروائي أحمد فرحات، قال إزاي اتنين كتاب، هو بيتكلم على عبد الرحيم كمال وعلى عمر طاهر، إزاي اتنين كتاب يعني يفترض فيهم الحد الأدنى من العقل يبقوا تابعين لواحد دجال ونصاب بالشكل الهزلي ده. المشكلة إن في ناس كتير سيئهم واحد مختل بالشكل ده. هل التأخر العقلي منتشر بالشكل الوبائي ده فعلا؟ يا لهوي على الجهل، أنا مش مصدق بجد. طب إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ونشر الصورة بتاعت عمر طاهر وغيره اللي هو الكتاب اللي هو بيتكلم عنهم. ده بقى اتحاد الكتاب التيجاني مش اتحاد كتاب مصر. ده اللي علقت أمل بسخرية عليه على عمر طاهر وعبد الرحيم كمال ونصر عبد الرحمن، وكتبت وقالت إنه أهو ده الناس، نصر عبد الرحمن اللي تحت ده، وعبد الرحيم كمال ابو ازرق، وعمر طاهر ابو كاب ده، عمر طاهر عبد الرحيم كمال نصر عبد الرحمن، ده اتحاد الكتاب التيجاني. لكن في شيوخ ردوا على صلاح ده ابو طالب وكشفوا كلامه او فكره، منهم الشيخ عبد الله رشدي اللي كتب البوست ده اللي قال فيه: المدعو صلاح الدين التيجاني رجل قد اتى بضلالات ما سبق إليها مسلم، فقال ما يلي: واحد، ربنا اسمه محمد ومحمود، وهذا من الكذب على الله، فالله لم يخبرنا أن محمد أو محمود من أسمائه. اثنين، نبينا محمد هو نور الله الذاتي، وهذه عقيدة ضالة مارقة تسمى عقيدة الانبثاق، بمعنى أن سيدنا محمد انبثق من الذات الإلهية. ثلاثة، سيدنا محمود لا يموت، هو حي لا يموت، وهذا تكذيب للقرآن الذي أخبرنا بموت رسول الله. أربعة، سيدنا محمد ليس له جسد، هو روح فقط. اللي بعده، وهذا أضل ما قاله مخلوق في حق سيدنا محمد. خمسة، سيدنا محمد ليس مخلوقا، وهذا تكذيب للقرآن الذي أخبرنا أن رسول الله يأكل ويشرب ويتزوج وأنه بشر مثلنا. ستة، المشايخ لهم شيء من أخلاق الله، فلا يجوز لك أن تحب أحد مع شيخك، لا تشرك بحب شيخك أحد، وهذا كلام قبيح، فنحن نحب كل أولياء الله في نفس الوقت، ولم يعلمنا رسول الله أن يحب أحدنا شخصا واحد يجعله شيخ له ثم لا يحب معه أحد آخر. سبعة، إذا نظرت لشيخك وأنت جوعان أو عطشان ولم تشبع فأنت غير صادق في حبك شيخك، وهذا لعمر الله بهتان، فقد كان الصحابة ينظرون لرسول الله ويعيشون معه، ومع ذلك يصيبهم الجوع والعطش، بل يصيبهم الصرع من شدة الجوع، فهل كان حب الصحابة لرسول الله غير صادق؟ هذا الرجل قد جمع من البلاء ما لم يجمعه أحد، فاستعيذوا بالله من فتنة، من فتنتي،
واحذروا أن يفتن أولادكم. بس الشيخ عبد الله رشدي ممكن يزعل السيسي كده، لأنه مواقع النظام نفسه زي موقع البوابة مثلا بيقولوا عليه أنه صوفي ينتمي للطريقة الجعفرية، وإني أبوه كان شيخ طريقة صوفية. ده كلامهم مش كلامي، أبو عبد الفتاح السيسي أهو كان شيخا الصوفي عبد الفتاح السيسي عن إسلامه وطريقته وعلاقته الخاصة مع الله. والده كان شيخ للمزرقة الأحمدية عن الجمالية، وله رقم عضوية متقدم في الطريقة. كتاب عن الرؤساء وأرباب الحقيقة يكشف انتماء السيسي للجعفرية. تربى على يد الشيخ إسماعيل صادق العدوي ويسمع النقشبندي ونصر الدين طبار. وعلشان الصوفي السيسي صوفي وبيحب الصوفية، فالناس لبسوه لبس صلاح التجاني في صورة ظريفة انتشرت النهاردة، وبقى مولانا السيسي التجاني اهو. ما فرقش كتير والله. وعشان النزعة الصوفية للسيسي، وحسب كلام موقع البوابة انه كمان بينتمي للطريقة الجعفرية، فيبدو ان الدولة كلها حصل لها توجه، او نظام السيسي بشكل ادق اللي هي الدولة عايزة النزعة الصوفية هي اللي تبقى مسيطرة على البلد وتدي مساحات واسعة جدا للطرق الصوفية في تنظيم الاحتفالات والموالد وغيرها بدون أي قيود.